السلام عليكم الاخوان. هذا هو الجديد ديال اليوم ان شاء الله. كما القاعده كما كنقول ديما، الجديد ديما ان شاء الله، وكل ما امكن نجيبوا الجديد. كما قلت لكم في ستوري راه كاين واحد دوستر، هي هذه عامره 2016. درنا لكم هذا الفيديو، مازال ما دخلوا لاكادير، هذو دوستر 2016 العامره. تبارك الله، كلهم بروميير مان، كلهم لا دوسر ولا الدوكر. شوفوا الطوموبيل كي دايرين، راه كما قلت لكم عاودت مؤخرا بديت كندير لكم فيديوهات، مازال ما دخلوا الاكادير. هذا هو، راه كلهم فيهم الكرون جي بي اس، كلهم ها هو. اللهم بارك، طوموبيلات عامرين. هذا هو، وهذه دوكر ستيب واي، هذه 2017 العامره بروميير مان تاعها. اللهم بارك. اييه، شوفوا الصالون ديال الطوموبيل كي داير، فيديو صغير. شوفوا الجديد ديال اليوم ان شاء الله. كما كنقول لكم ديما مليح، هذا هو. شوف الطوموبيل شحال ضربه، 81000. ليكرون تاع هي جي بي اس، كلشي فيها، كلشي فولون نوفو. شوف اللهم بارك. ندير لكم كما كندير ديما، كنحاول ما امكن نوصل لكم السياره، المعلومات ديالها وكلشي اللي فيها. موتور مليح اللهم بارك، راه 160 150 اللهم بارك. طريق السلامه للجميع كما كنقول. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الخير، هذا من الاوتوروت. درنا لكم هذا الفيديو، هذا نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو، هاهوما. يلا طريق السلامة للجميع، نتلاقاو في مدينة اكادير ان شاء الله. و اللي خاصو شي حاجة التليفون ديما ديالي راه كنحطها. مرحبا بكم ديما، كما كنقول ديما، اي معلومه، اي سياره نتوما كما قلت لكم ديما، اي سياره عندكم بالنسبه لي النمره ديالها كنختار. شوفوا كي داير الداخل، شوفوا الصالون، جديده الطوموبيل. هذا هو، يلا نتلاقاو ان شاء الله في مدينه اكادير ان شاء الله. ومن بعد ما عبرنا التناول ديالنا وضلنا المازوت، نشدو الطريق ان شاء الله. كما قلت لكم الاخوان، راه كنحاول ما امكن ديما نجيب الجديد، وكنحاول ما امكن حتى انا وقت ما جبتو راه كنبارطاجي معكم في الستوري ديالي ولا انستغرام، باش انه ديما وقت ما كاين الجديد راه كيشوفوه الناس اللي كيتبعوا حسن ميكانو، وكيتبعوا داكشي الجديد اللي كيجيب ديما. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، كنشكركم بزاف على الوفاء، كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. حيت بلا التشجيعات ديالكم راه ميمكنش انه نستمر وديما نحاول نجيب الجديد، وقت ما كاين الجديد نشاركو معكم. هذا هو، عند براك شمال فايده كاين واحد سانطافي راه تبعت لي سخر، وكان واحد سانديرو ستيب واي مازال كاينه، ديك 2012 مازال كاينه. والناس اللي كيقولوا راه انا داك هو الموضوع اللي بغيت نناقش معكم اليوم، والناس بعض المرات كتهضر معاك كتقول ليه الثمن، كيقول لك وراه بزاف الثمن و
وراه باش يكون في راسك راه المليح راه كنهضر معكم بالصدق وكنهضركم في الواقع. راه المليح النقا حاجه نقيه في الطوموبيله وفي اي ميدان النقا راه ساوي شويه الثمن كاين شويه الثمن راه هنا ولا فين ما مشيتي. انا راه كنت كنسمع قبل شحال هادي وكنسمع في كازا 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 كاين سيارات رخاص كاين والله العظيم الا مشينا وشفنا ودرنا عند الحريفيه والحريفيه ديال كازا كيقول لك والله العظيم ما لقينا ما نشريو حنا خليه عليكم نتوما تجيو من مدن اخرى وتجيو مثلا ودي طوموبيلات تديهم بقل ثمن باش يكونوا نكونوا واقعيين. داكشي كيتعلق بالارزاق الانسان ممكن بعض المرات راه غيخلي طوموبيله حدا دارو وغيشريها حدا دارو وغيديها بقل ثمن عوض مثلا ما يمشي عليها حتى يضرب عليها الكيلومترات مثلا كازا مراكش راه كاين اللي كيسافر الكيلومترات كثير اكثر من كازا باش كاين اللي كيمشي لطنجة كاين اللي كيمشي لاي مدينه باش انه ديما يجيب الجديد ولكن راه الحديد راه قليل قليل بصفه عامه. وانا راجل بعض المرات اكثريه كنشوف التعليقات وكيقول لك الانسان علاش راه اللي شاف ماشي هو اللي غير اللي كيسمع الانسان يمشي يشوف ويحضر ويسمع ويشري ويبارك طريق السلامه حتى انا والله العظيم 150 اللهم بارك راه دابا راه كندير لكم الفيديو واش بغيتو مازال هاي طلق هاي هاي ديها كطلق السياره وعادي وكتمشى بخير ولا خير بمعنى راه علاش الحريفيه عارفين السوق شحال فيها شوف اللهم بارك راه نسيت راسي 150 ترا داك السيد هو سبقني مشى بالدوكير اللهم بارك حتى هو راه كيتمشى اللهم بارك طريق السلامه حتى انا والله العظيم 150 اللهم بارك راه دابا راه كندير لكم الفيديو وكنجرب لكم السياره